محاضرتنا لهذا اليوم الـ Combustion Chamber Surface Area Calculation، حسابات المساحة السطحية الداخلية لحجرة الاحتراق. تتغير طبعا المساحات الداخلية لحجرة الاحتراق نتيجة حركة المكبس وتردده بين النقطتين اللي هي التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر كما نلاحظ. هذه المساحات تكون موزعة كالتالي كما نلاحظ أمامنا كروس سكشن، مقطع لمحرك احتراق داخلي، سكيماتيك دايجرام فري هاند اند سكتش كما موجود أمامنا. نلاحظ بأنه في داخل حجرة الاحتراق هناك العديد من المساحات، المساحة اللي بالأعلى والمساحة اللي بالأسفل. المساحة اللي بالأعلى هي الأريا تشامبر، والمساحة اللي بالأسفل هي الأريا أوف ذا بيستن، والمساحة الجانبية هي المساحة الخاصة بالسلندر وول، بجدار الأسطوانة أو جدار حجرة الاحتراق. فالمساحة الكلية التي يتم حسابها هي مجموع المساحات. طبعا نلاحظ بأنه الـ Area of the Cylinder Wall تزداد بزيادة الثيتا، كل ما ازدادت الثيتا كل ما المكبس نزل باتجاه الـ Bottom Dead Center، وبالتالي تزداد المساحة السطحية الداخلية لحجرة الاحتراق. هذه طريقة حساب المساحات بصورة مختصرة. سيأتي عرض الموضوع كالتالي: The surface area of the interested here is that area exposed to the heat transfer. Surface area اللي موجودة هنا هي المساحات المعرضة لانتقال الحرارة، or more specifically that area of the surface facing inside the cylinder and subjected to the continuous variation in the temperature and the pressure during engine operation. وهذه المساحات تخضع إلى تغيرات في درجات الحرارة والضغوط نتيجة عمل المحرك. لذلك احنا هذه المساحات هي جدا مهمة حسابها وتغيراتها بتغير زاوية عمود المرفق. طبعا هذه المساحات هناك ثلاثة مساحات، هي البستن توب سيرفيس اريا الاريا اوف ذا بستن، والسلندر هيد سيرفيس اريا والاريا تشامبر اللي هي بالاعلى، السلندر هيد سيرفيس اريا اللي نعتبرها دائريه والاريا بستن ايضا نعتبرها دائريه، والسلندر وول سيرفيس اريا الاريا سلندر وول الاي سي دبليو اللي هي المساحه السطحيه الداخليه للاسطوانه. طبعا it is constant and equal to، هذه المساحات تكون ثابتة وتساوي الـ area of the piston، البستن الـ cross section الخاص بالبستن هو دائري، بالتالي الـ area تساوي لنا الباي على 4 في البور سكوير. البور هو قطر المكبس المساوي لقطر الأسطوانة أو قطر حجرة الاحتراق. الاريا تشامبر الاريا الثانيه الخاصه بالحسابات بتكون ايضا ثابته ما تتغير، يعني الاريا بيستن والاريا تشامبر هي ثابته ما تتغير. الاريا تشامبر هي الاريا الموجوده بالاعلى بالفي كليرنس، الموجوده بالاعلى بالكليرنس فوليوم، هذه بالاعلى اللي هي ايضا نعتبرها انه تكون دائريه، لكن بالواقع العملي في بعض المحركات تكون كونكيف اب، يعني اخدود محفور في داخل السلندر هيد اللي هي الباي على 4 في البي سكوير ايضا تساوي نفترضها. السلندر وول سيرفيس اريا، طبعا السلندر وول سيرفيس اريا it is variable and dependent on exposed cylinder wall revolved by piston travel x. طبعا هي متعلقة بالبستن ترافل اللي هي رحلة المكبس اللي هي طولها x، يعني كل ما نزل المكبس للأسفل كل ما اتغيرت المساحة وتكون هذه متغيرة، وهي تساوي
الاريا سلندر وول الباي في البي في الاكس. يعني شلون نحسب المساحة السطحية الداخلية للأنبوب؟ المساحة السطحية الداخلية للأنبوب شلون نحسبها؟ نحسبها بأنه محيط الأنبوب في ارتفاع الأنبوب اللي هو هنا نعبر عنه أكس. المحيط الدائرة هو الباي دي، هنا نعوض الباي بي لأنه البور هو الدي في الأكس الطول. طبعا عوضوا عن قيمة الأكس بالباي بي في الار بلس A ماينس الاس ثيتا، اللي ايضا تم اشتقاقه في محاضرات سابقة. فالمساحة الكلية الاريا توتال لحجرة الاحتراق راح تساوي ان الاريا بستن زائدا الاريا شامبر زائدا الاريا سلندر وول، يعني الاريا بستن زائدا الاريا شامبر زائدا الاريا سلندر وول. وسبستيتيوت اكويجين السابقة، المعادلات السابقة في هذه المعادلة، راح نحصل على انه الباي على 4 في البي في البي في البور سكوير، جمعنا الاريا بيستن والاريا تشامبر صار 2 في الباي على 4 في البور سكوير زائد الاريا سلندر وول الباي في البي في الاس على 2 في 1 زائدا الار ناقصا الكوساين ثيتا زائدا الار سكوير ناقص ساين سكوير ثيتا. هذه المعادلة عوضنا بمكان الاكس الار زائد اي ماينس الاس ثيتا، هذا مقدار الاس ثيتا، هذا مقدار الاس ثيتا من هذا القوس الى هذا القوس، وسحبنا الاي للخارج وعوضنا فيما بعد عن الاي بمقدار الاس على 2، فكانت هذه المعادلة النهائية اللي هي خاصة بحساب التوتال اريا المساحة الكلية بداخل حجرة الاحتراق.